عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير ياغورت او طاجون او زبادي اللي كيجي زوين بزاف بواحد الطريقه اللي ناجحه 100%، كذلك ما كتشدش لينا بزاف ديال الوقت. نبداو بالمقادير. بسم الله، عندي تقريبا هنا لتر من الحليب، يعني اي حليب كتفضلوا نتوما. عندي كذلك هنا ياغورت طبيعي، ممكن ديروا اي ياغورت كذلك تفضلوا. عندي قليل من الفاني، عندي كذلك جوج ملاعق كبار من الحليب بودره، يعني حليب غبره بهذا الشكل. عندي كذلك من جوج ملاعق لثلاثه ديال السكر سنيده، كيبقى على حسب يعني الحلاوه اللي كتفضلوا نتوما. نبداو بالطريقه بسم الله اللي هي سهله. كنضعوا الحليب في كاسرول بهذا الشكل، غادي نضيفوا ليه قليل من الفاني، كذلك السكر سنيده. هنا بعد ما ضفنا السكر سنيده كنحركوا شويه. هنا انا غادي نديرو تقريبا فوق النار حتى كيبان ليا يعني الحليب بدا يعني قرب يفيض، كيبدا كيغلى، عاد كنطفي عليه باش من بعد غادي نضيفو ياغورت وحليب غبره. هنا بعد ما كيوصل يعني الحليب لمرحله الغليان، غادي نخليه هنا تقريبا حتى كيولي دافي، عاد غنخلط مع المكونات الاخرى، يعني حاولوا ما تخلطوهمش، هو سخون غادي يخسر لكم. المهم نتلاقاو من بعد ان شاء الله. انا بعد ما يعني الحليب جانا كيدفى، يعني حاولوا كما قلت يكون دافي ما يكونش سخون بزاف، غادي نضيف القليل منه فوق الحليب، يعني غبره. كذلك كنديروا ياغورت وغادي نحاولوا يعني نخلطوا هاد المكونات مزيان باش من بعد كنضيفوا الحليب. هنا بعد ما كنخلطوها مزيان كتشوفوا، يعني نحاولوا نخلطوها حتى ما كتبقاش في هذوك الحبيبات، غادي نضيف هنايا الحليب ديالنا. وهنا انا نضعو في هذا الكاس ديال العصير باش فاش كنكبو يعني كيجيني ساهل. هنا بعد ما نزلنا يعني في كاس العصير كناخذ هنا كؤوس عاديه، غادي ننزل فيها الحليب ديالنا. هي هنا الا بقى لكم فيه الحبيبات حاولوا تصفيوه بطريقه. هنا تقريبا دار لي 6 كؤوس كبار اللي عامرين، من بعد غادي نغطيو بالغطاء البلاستيكي بهذا الشكل. هنا انا راه ما غادي نديرو لا فكوكوت لا والو، طريقه سهله بزاف. شوفوا هي اهم حاجه نغطيهم مزيان باش كيبقاو يعني سخانين بهذا الشكل. هنا بعد ما غطيناهم كلهم بالغطاء البلاستيكي غناخد عاوتاني كذلك الغطاء البلاستيكي غنديرهم فوقهم مرة أخرى بطريقة. وغادي نديرها يعني مرة أخرى. شكل نحاول نديروها بزاف المرات باش كيبقاو لينا يعني دافين، وهذا الشيء كيسرع يعني من العمليه ديال يعني ياغورت انه يشد في راسو في ساعه. كيشتو انا درتها شحال من مره باش كيبقاو نيت مجموعين. صافي هنا يعني صافي كنقطعوه، غادي نجمعوه مزيان. فهاد الاثناء نجيب واحد الغطاء يعني اللي انا غطيهم به، انا جبت الغطاء في هذا الشكل، ممكن تجيبوا يعني مانطا ولا اي شيء. انا غطي هنايا، نحاول نجمعوه مزيان طريقه. المهم هنا بالنسبه للوقت راه ما كيفوتش 8 السوايع، الا كثر كاع 9 السوايع باش كيشد في راسو. حاولوا ما تخليوش اكثر، يعني كل ما كيبقى اكثر غادي يولي من بعد غادي يولي حامض. المهم انا هنا غادي نخليه 8 السوايع ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ما تقريبا انا هنا خليت 10 السوايع حتى كيشد في راسو مزيان، غادي نشوفوا هنايا واش شد. كتشوفوا معايا شاد من داك الشرفه حتى
الرائحه ديالو زوينه مع درنا فيه الفاني. صراحه الا شفتوا معايا الطريقه راه ساهله. طبعا ممكن ديروه دابا بحال دابا في الليل وتخليوه يبات، غير ما خصوصا الا كان الجو سخون بزاف ما تخليوش بزاف كما قلت باش ما يحماضش ليكم. نوريكم هنا واحد كتشوفوا كيجي غزال بزاف، شفتوا معايا كيجي زوين يعني كيكون ناجح 100%. بصراحة نتمنى يعني ان هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، لان بصراحة كتجي زوينة وتنال الاعجاب ديالكم. كذلك نتمنى لأول مرة كتزور قناتي قناة مريم تي في، دعمي بجيم واشتراك، والسلام عليكم.